كاب اف ام الكلمه ليك. والله عندك الحق، ربحنا جبنا 3 بوان من الماتش الاولاني، لازمنا اليوم نضمنوا على الترشح. ماتش صعيب حضرنا له بالكدا وان شاء الله 3 بوان ان شاء الله. رسالتك للجمهور التونسي كل يسمع فيك عب موجود كاب اف ام، ان شاء الله يحضروا بعدات غفيره، سمعنا قيشه فرمي وان شاء الله نفرحوهم وكاو ان شاء الله. وبالطبيعه احنا مشينا نورو درابو تونس باش نعطيو اللي عندنا الكل سيور تيران، والباقي على ربي ان شاء الله. كاب اف ام الكلمه ليك.